حياكم الله مشاهدينا الكرام، ورمضان كريم عليكم وعلى كل من يشاهدنا برنامجنا، برنامج إصداء الشارع لنقل الواقع الموجود بالشارع العراقي. طبعا من دخلنا لهذا الشارع وشفنا أنه اليوم كثير من البنات اللي موجودات اللي قاعد يبيع عن قهوة واللي قاعد يبيع عن بخور والشموع والحلويات، أنا أشجعهم بصراحة. لكن ليش وصلوا لهاي المرحلة؟ أكيد أكو مشاكل بهذا الموضوع ووصلوا إلى هاي المرحلة، لكن والله العظيم كل الاحترام إلهن، كل الاحترام إلهن بهاي الشجاعة والقوة. وشفنا اليوم كلها مسانديهم من الشباب ومن القوات الأمنية واقفين وياهم، وهذا مثال أشوفه هنا أنا هسه قبالي، إنه هاي البنية زهراء انه تبيع قهوه لكن عندها مشاكل يمكن ما حد يعرفها، وليش وصلت لهاي المرحله؟ شنو اللي خلاها؟ السلام عليكم. شلون يا زهراء؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ من وين انت زهراء؟ من بغداد، من الكفاح. من الكفاح؟ اي. صار شي قد انت هنا تبيعين بهاي العربانه وتسوين القهوه؟ راح يصير لي تقريبا 8 شهور. 8 شهور؟ اي نعم. زين. كنت اشتغل يعني صديقتي بنيه بشارع حيفا، بس بعدين انه من شافوني الاعلام والسوشيال ميديا، واحد اسمه استاذ محمد الكحلي تبرع لي بهاي العربانه. محمد الكحلي تحياتنا له. تحياتنا له على راسي. تبرع لي بهاي العربانه، اجى سالني انه شنو اللي انا اريده، قلت له والله انا عاجبني افتح عربانه مال باقله ولبلبي. زين. وخطايا ما قصر اسبوع وجاب لي اياها العربانه كامله ومكمله. اشتغلت بيها العربانه اللي كنت اشتغل بيها مال قهوه لبنيه، رجعت لها اياها. خوش. انطيتها، قلت لها راح افتح مشروعي، ما اعترضت البنيه. زين. فما فتحت مشروعي صار عندي احترقت وقتها، احترق وجهي. احترق وجهك؟ اي. ليش احترق وجهك؟ دا اشغل جو الطباخ مال لبلبي وقب النار بوجهي. الله يسلمك. الله يسلمك. فمن هاي رجعت على القهوه. على القهوه؟ اي. زين. انت المعينه للعائله؟ انا معينه لنفسي، عائلتي متوفيه وعايشه يم صديقتي هنا بالكفاح. انت معينه لنفسك؟ انا معينه لنفسي. يعني اقاربك وين؟ بيت قرايبي كنت عايشه يمهم وطردوني لان ما قبلت اتزوج. صب قهوه للرجال، صب قهوه وسولف. اي تفضل. حلوه وسط ومره حلوه. وانت هناك قاعده يم صديقتك واهلك متوفاين كلهم؟ أي نعم. يعني ام واب متوفاين؟ ام واب واخواني وخواتي. كلهم؟ كلهم. كلهم متوفاين؟ كلهم. هاي ألف مالك. هاي 10 عيدية من عندنا رجعين بعد. والله كذب عليك. على المال. عندك صرف؟ الله يبارك فيك. شباب عندكم صرف؟ هاي الشباب هنا أنا. زين. يعني زين شلون ماتوا؟ والله أمي ماتت ب 2017. زين. توفت يعني مات الله، بس أبويا من أني وصغيرة ضربتها سيارة وتوفى، وخواتي وقع عليهم البيت وماتوا. لا إله إلا الله. أي أيوة والله. فبقيت أنا. هاي شكراً عليك. الله يبارك فيك ويطول بعمرك أخوي العزيز. تستاهل. زين أقاربك وين؟ والله هم بس بيت خالي اللي كنت عايشة وياهم، فقلت لك إنه رادوا يزوجوني وأني ما وافقت، فقالوا لي شارع مصيرك؟ قلت لهم هاي. الله أكبر. قلت الشارع مصيرك؟ قلت لهم هاي. أقاربك يقولون الشارع مصيرك؟ صح. قلت لهم ها هي. طلعت عشت بكربلاء بالنجف بالكاظمية، بس تعرف العتبات الكاظمية ما يبقون أكثر من يوم أو يومين. عتبات الكاظمية أو النجف أو كربلاء ما يبقون، بس أنا بكربلاء يعني حكيت لهم قصتي كلها، وبالنجف بقاني فترة بس بعدين ما استقبلوني. ليش ما استقبلوك؟ قالوا إنه إحنا ما عدنا يعني لهيك حالات، يعني ما عدنا مؤسسة لهيك حالات. فوالله طلعت رحت الشريفة بنت الحسن، هناك التقيت بوحدة من صديقاتي كانت تداوم وياي بالحوزة. زين. فحكيت لها وضعي، قالت تجين يمي بالزعفرانية هي ساكنة. زين. والله حكيت لها، قالت تجين تعيشين حالك حال بناتي. والله عشت يمها فترة هم يعني أداري أمها وهاي، بس الحمد لله يعني ما قصرت وياي، بنية غايبة وملائكتها حاضرة. تالي طلعت من يومهم لان اجروا يعني ورادوا يسافرون هم من الايران على مود العلاج مال الحجيه. فعندي صديقتي هنا وياي بالمدرسه من ايام المدرسه، هم انا خابرتها حكيت لها،
قالت تعاي امي. همي انا البنيه يعني هم طلعت من عندهم، فاشتغلت يمها البنيه ام القهوه. تعرفت عليها، شفتها ناشره انه تريد عامله، راسلتها قلت لها انه اني اجي اذا تحتاجين عامله اني موجوده. فقلت لك كنت يمها البنيه صديقتي. تعرفت على هاي ام القهوه، شفت اسلوبها حلو حبيتها، عرفت موضوعي، قالت بيتي مفتوح لك. والله قعدت يمها، يعني انا اقول لك حبيتها البنيه، يعني صرنا خوات عائله. يعني ستي بعد شمها لا هساني مو يمها. فقعدنا يعني فتره انا وياها، ووحده حبت الثانيه وصرنا اهل. فخطية هي بوقتها ستوتتها احترقت، اشترت عربانة مال قهوة، قالت فتحي لي اياها. قلت لها انا اعرف مكان مضبوط افتح لي شبي. قالت وين؟ قلت لها يم الشيخ. قالت شارع وسيارات واذيه. قلت لها معليش يمي. بالبداية من فتحت هنا انا عارضوني هوانا، ما قبلوا جماعة الشيخ، ما قبلوا افتح الدورية المنتسبين. بس بمرور الوقت اني يعني اذا هذا المكان ما فتح فيه عبر ذاك السايد اروح افتح. يعني بس سؤال، هسه الجهات الامنيه مأذيك؟ الجهات الامنيه هسه كلها والشيخ والمنتسبين كلهم وياي. ما شاء الله كلها وياي، يعني كلها واقفين وياك. كلها وياي، ما حد يتعرض عليك هنا ابدا. لا لا، شنو المحتاجه انت هسه؟ والله شو تريدين؟ انا ناشدت وارجع ناشد على مستمسكاتي وسكن الي، لان ضاله يعني ضاله من بيت البيت، ما مستقره بمكان واحد. مستمسكاتك وين؟ ما عندي مستمسكات أبد نهائياً، بس مال والدتي، أو حتى مال والدي هم ما عندي، فبس مال والدتي وأني ما عندي. زين، راح نحاول نتصل لك وبلكت الله هسه إذا أكو حل زين نحلك شيئا إن شاء الله. ومحتاجة كشك مال قهوة. كشك هم؟ أي تعالي يا أمي زهرة تعالي، خلنا وقفنا، أنا احترقت من الحرارة بصراحة. صحيح. زين، راح نخابر لك هسه وبركه الله مناشدتش توصل زين، وانا متاكد لواء نشاه المحترم ما يقصر. زين هسه نخابر لك وما يكون خاطرك الا طيب، يعني انت بس مستمسكات امش موجوده، لكن انت ما عندك. انا ما عندي اي مستمسك وما عندي لا سكن ولا مستمسك، يعني ضاله هسه انا. السلام عليكم سيدي العزيز. حياك الله سيدي، أنا يمكن عرفتني خطاب القصاب مقدم برامج إصلاح الشارع. حياك الله سيدي، أكو مناشدة هسه انت ويانا على الهواء، أكو بنية يعني حبابة وسبعة وتبيع قهوة هنا، واللي سانديها اسمها زهراء. زهراء بالنسبة إلى زهراء هي واقفة يمي سيدي. تعي زهراء حتى تسمعني، هي جت يمي وقلنا لها قدمت لنا هويه، هذه الهويه احنا تيقنا منها ما موجوده. نعم. فهي ادعت انه تنتمي الى عائله، نعم كانت ويا عائله وطلعت منهم، فهسه احنا انطيناها الخيار تتوجه الى المحاكم حتى يصير لها اثبات نسب ونسجلها ونمنحها البطاقه الوطنيه. وانا فهمتها بهذا الموضوع والتقيت بها. نعم. واذا تريد انت وين حاليا؟ في بغداد. أنا في بغداد. نعم أنا يم الشيخ. وين؟ يم الشيخ عبد القادر. يم الشيخ عبد القادر حبيبي، أنت باكر خلي تجي يمات الساعة 12 وهم راح نوجهها التوجيه الثاني للمحكمة. هي المشكلة سيدي العزيز، هي المشكلة شوية إمكانية مالتها ضعيفة، فما تقدر. إن شاء الله كريم نحاول نساعدها من خلال ممثلنا القانوني، بس خل توصل باكر مرة ثانية راح ألتقي بها. بعد شو تريدين زهرة؟ هذا سيد اللواء، لواء نشأة المحترم. هي جت يمي وقابلنا. تروحين باكر زهرة؟ إن شاء الله. أكيد؟ السيد اللواء دي ينتظرك. إن شاء الله. الله يبارك فيك سيد اللواء، ورمضان كريم عليك إن شاء الله، وعليك عليك بالصحة والسلامة يا ربي. شكرا لك سيد العزيز، شكرا لك. احنا اتصلنا لك شو سيد اللواء، وانت رايحه مقابلته. اي صحيح، ودقوا اسمي حاسبه ما طلع، بس دقوا اسم والدتي واخواني طلع، بس اني لا. هسه سيد اللواء خابرنا وقال لك انه انت تطلع لك المستمسكات، واحنا قلنا له انت وضعك المادي ضعيف، وقال لك تبشرين تدللين. صح ما يقصرون بعد. ها هي بس لازم تروحين باكر. اي صح لازم اروح باكر تروحين، لازم تكون عندك مستمسكات. وصح انت وضعك المادي مو زين، بس قال لك تدللي. لا الحمد لله نعم. توعدينا باكر تروحين ان شاء الله. وعلى زهراء ها هي.
بس هاي حليت مشكلتك، كانت مشكلتك اكو عندك بعد غير شيء هذا؟ بس الكشك، لان تعرف شغلات الشارع صعبه وسيئه. وان شاء الله تتواصل مع امانه بغداد ويوفروا لك كشك هم. ان شاء الله تتواصل وياهم والبخير الله يقدر. الله يحفظك. بس اهم شيء مستمسكات مالتك. اي صح اهم شيء. تدللي. الله يحفظك تدللي. تدللي. حياك الله. الله يسلمك. رحمة الله. هلا زهراء، هلا زهراء. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا اليوم بدورنا ننقل معاناة الناس، ننقل مشاكل الناس. اليوم هاي زهراء احد الضحايا الموجودة بالشارع، وهاي وحدة من ألف وحدة بالشارع، لكن انه من عائلتها توفت، انه والدتها وابوها واخوتها، هي ما عندها مستمسكات. تواصلنا ويقع شرطة بغداد لواء نشأة المحترم، وهسه كان ويانا على اتصال وراحت يمه هي ورجعنا، هسه اتصلنا بي قال تجيني وما يكون خاطرها الا طيب، ورغم انه امكانيتها ضعيفه وقال هم تتدلل احنا نتعاون وياها، وان شاء الله انه يكون لها اصدار البطاقه الوطنيه. احنا اليوم اللي نقدر نساعده نساعده باتصال، ماكو اي مشكله، اذا كانت بوزاره الصحه واذا كانت بالرعايه واذا كانت امانه بغداد او التقاعد باي جهه، احنا عندنا اتصالات ويا الجهات المعنيه والمختصه بهذا الموضوع. شكرا للجهات الامنيه اللي قاعده تتعاون ويانا بتسهيل امور المواطنين. طبعا احنا بعدنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام ولحل هاي المشاكل، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، واكيد برنامجنا برنامج اصداء الشارع، واكيد دائما نقول لكم رمضان كريم والله اكرم عليكم بهاي اليوم معاناه الناس وشهر رمضان. يعني المفروض احنا من نطلع نشوف هاي الناس فرحانه وتطلع وتقعد بالقهاوي والمطاعم، لكن نشوف المناطق الشعبيه هاي دائما نقولها منطقه مناطق فقيره متعففه، يجون الناس هنا يقعدون يتونسون يلعبون الدومنا والورق ويشربون الاراقيم ويروحون، لكن عندهم مصايب ومعاناه. اليوم انا بدوري انقل معاناه هاي الناس، انقل المشاكل مالتهم، واللي نقدر نحله راح نحله. شلونك حبيبي؟ حياك الله، رمضان كريم. شنو مشكلتكم؟ والله استاذي هي المشكله شنو هي؟ المشكله دراجات مثلا عنده عمل، هسه انا اشتغل يعني بشيخ عمر. زين. انا اروح بدراجه الصبح ازدحام، يعني اطلع انا بسبعه بثمانيه شو الحين اروح بسياره. انا اروح شغلي اروح بدراجه بالنزله ما النهضه يعزوني. زين بس ابو الدليفري اللي هو معيش عائلته ومعيش جهاله ومعيش اطفاله اللي بيها حتى رقم سنوي انا شفتهم بعيني، يقول تعال اصعد. يعني ليش؟ يعني ليش؟ زين هو دراجه ماخذها يشتغل بها برا، مو لو ما اخذها يفتر. انا لا قاعد بطنش بيها ولا جاي اعلق بيها، انا والله انا جاي في ترى اشتغل وراح بيها على رزقي. انت ليش تحجزها؟ زين اقول له هاي ملابسي ما شغل، هاي ملابسي هاي دين وهاي. زين احجز ذولا اللي يفترون بالشارع، زين احجز على ذولا اللي يخالفون. انا هسه لو منتسب وعندي هويه ولو بحزباني لا والله ما يوقفني، لا اقول هاي الهويه مالتي ما يوقفني خاف مني، بس انا والله لا والله يوقفني اصعد. ليش؟ ما عارف والله معيش عائلتي، حتى من يوقفني وياخذ دراجتي يكسر واسي. يعني شلون العائله شلون تعيش؟ جهالي يعني شلون يجي موضوع؟ زين ما يخالف عمي، سوون ارقام سوون ارقام يابا، اعطيهم فلوس ارقام ها، وتروح هيئه وتروح ضريبه وتروح قمار يقول هاي، يقول لك ما يخالف هكاي سنويه وروح ماكو رقم. صار 2000 2000 رقم 2000 رقم مدقوق، بس ما يعطوك بس سنويه. تقول له يابا هذا سنويه، يقول لك اي والله ماكو الرقم، ماكو بدراجه مالتك اسعاد. زين ليش؟ ليش؟ شو ذنبنا؟ احنا دراجات ماخذينها والله على شو ما ياخذوها؟ ليش يعني ياخذوها؟ فهمونا؟ خلي يسوون لنا حل، لو يمنعوا فد مره ها، لو يقولون يا بهاي ارقام دقوا ارقامنا وانتهى الموضوع. مشكله اصحاب الدراجات كلها يعني كلها تعنوا معتدلين. كلها 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 حتى ابو التوك توك هسه ابو التوك توك وقف هذا عده سنويه بس رقمه مدقوق. الله يسعدك حياك الله، شلونك حبيبي؟ الله يبارك فيك هزيتك. شنو المشكله؟ التسجيل مال الدراجات سدون، حتى اذا تسجل يكظونك، ما تسجل عندك رقم يكظونك، عندك يقول لك من هال 6 زين هذا عنده شغل من هال 10 بالليل شلون؟ بهاي الوضعيه لازم ما نطلع من هنا اللي جاي. لا تكادك ولا دراجة بالستة هذا يقول لك للستة. زين سان شغل للداش شلون؟ بس انا عرفت ان شاء الله الحظر عليكم. لا ماكو شاء الله الحظر. لا ماكو اي حظر، ماكو اي حظر ماكو.
اي حضرنا. تفادع مصدرية كانوا قبل شوية كانوا يلزمون تفادع مصدرية. شلون تعلنا؟ تقاطع مصدرية قبل ويا البطور كانوا يلزمون على القناة. أنا جيت من البيت هنا أنا أشغل بالأسواق. أنت مرقم؟ أنا مرقم على القناة. جيت يلزمون ماكو، يقول له ارجع ممنوع. يابا شنو الموضوع؟ لا هي يعني شلون ما تطلع على القناة؟ أنا وين بيتنا بيتنا بالبلديات، لازم أعبر القناة على المجسر من يمه من البلكة، يعني أعبر من يمه واجي للأسواق. يقول لي ممنوع. زين منين أروح أنا؟ شلون اتمشى؟ والله العظيم عند الفتحه واكو هاي المجسرات مال المشروع مال القناه، ومن يما عبرت وجيت. لا شو اسوي؟ ماكو غير حل. قرب يمي الساعه 8 الصبح. ايه 8 الصبح هسه انت بالنسبه النهضه ب 8 الصبح ها درجات مرقمه وبيها سنويه، بس ينزل مرور خالي جوا لزموك يا خاف ترجع لزموك. زين هو والله هو راح باب الشيخ رايح وين؟ هو يشتغل فيتر يلزموه. يابا هذا رقم، يقول له تمام ذاك رقم. زين منطي جمارك ومنطي فلوس ومنطي حسابه واوراق كلها كامله خصوصيه موجوده، بس يقول لا والله تمام بها رقم. اصعب دراجه وصعدوه. زين مو بس هاي تعطي غرامه غير تاخذ دراجه؟ ماكو استاذي بعد هذا راحت حجز بعد كبسه دراجه. شو عشان العالم خطيه هاي كل العالم معاها والله ما راح يفتحون بها من الساعه 8 الصبح. احنا مقدمين سوينا الرقم وكملناه، هسه بقينا بس اللوحات نستلمهن. صار لي تقريبا 7 اشهر من سويت الرقم اللي هسه ماكو. قالوا نخابركم ونروح لهم مسدوده. احنا العالم بس الارقام يعطونا اللوحات، بس هاي نريدها. ارقام ماكو ما يعطونا اللوحات. قالوا احنا نخابرك وما مخابرين اللي هسه. صار تقريبا 6 اشهر لو 7 واحنا نخاف نطلع، خاف يلزمونا شلون بالحاله. احنا نخوف هاي السالفه، احنا نعاني بس من هاي الرقم. لا لازمنا ونخاف من اللي لازم خاف يلزمون ما نطلع. ورا ستة اتش نجي والله تاكسي، نجي نعوف التكتك بالبيت ونجي تاكسي. شو نسوي؟ احنا نريد بس هاي الخدمه صغيره يطلعون اللوحات يسلمونا في دورهم. الله يسلمك. السلام عليكم. شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ شلون الله يخليك. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. انت سوى ضجه. اي والله. اول شيء احنا نحب نهني ونبارك القناه سامراء الفضائيه، الابطال اللي تنقل معاناه المواطنين العفو يعني دقيقه بدقيقه. يا الله يرحم موتاكم. هسه انا بالنسبه لي ما ارد ابدي راسه، نترحم الشهداء العراق من الجيش والشرطه والحشد المقدس، واتمنى ان احذو احذوهم وانال الشهاده من اجل العراق. احنا ذاك اليوم حكينا على البلديه. انا ما جاي، انا قلت لك قبل مو ارهاب ولا افغاني ولا من الشيشان وجاي افجر له شيء. احنا من حكينا على البلديه احنا ولدكم ولد العراق. احنا بلد الفتوحات، بلد المراجل، بلد الحسين، بلد ابو حنيفه، بلد الشيخ عبد القادر، احنا بلد النهرين، احنا علمنا العالم شلون تاكل وتشرب، احنا بلد الحضارات، بلد بابل، بلد اكد، بلد اشور، بلد السومريين، احنا بلد الغيره، بلد الفتوحات. يعني هسه يجيك واحد يقول لك انت مو وطني، لا انا وطني وغيره فول على العراق، بس انت البلديه انت من الدوبيه، انت من والله ذاك اليوم دعموني اللي غاد بالهذا الشارع شو يسمونه اليم السنك. والله العلي العظيم رساله لمحمد الشاع السوداني المحترم، اذا تقول انت ابو العراقيين والعراقيات انا ما اتلوق الواحد، انا عشت رجال واموت رجال والقانون فوق الجميع. من تقول هاي البساطه خطيه. زين هسه احنا الما عنده عمل والما عنده راتب يسيء، اذا ماكو شغل يسيء يبوك مو لولا. فانتم ليش ما تلزمون؟ انتم ليش ما تلزمون هاي اليد الفقيره خطيه وخلوها على باب الله؟ سوونا بكان يا اخي، سوونا بكان يا استاذ رحمه الوالديك. انتم الابطال والكادر الابطال، انتم جاي تنقلون صورتنا يا محمد الشاع السوداني رحمه الله والديك المحترم. وانت على الراس مو اتلوق لك، وانما انت يعني جاي تبدي بدايه صحيحه وغلظ الله عليك. بذولا البساطه خطيه، احنا ولدك عراقيين، احنا لا عندنا رواتب. هسه ما اريد راتب، انا جاي بكدي، انا بكدي بس مرخصتك، انا بكدي استاذ. بس تعال يمي تعلم اوقفنا وسولف براحتك اللي تريده. انا بكدي، فاحنا شو نريد من محمد الشاع السوداني المحترم؟ يا بسوي لنا بوكان. ليش البلديه تاخذ 100 ألف على العربانه؟ تاخذ 100 ألف والله العلي العظيم،
والنوبه لا تحكي وياي سجنك. زين تعال، هو هابيل كتل قابيل، وقت النفرزه تجي. زين انا من راح اتعارك وياي لا راح يسيء وياي الادب، انا اطقه اذا يغلط يتجاوز. زين تعال، انا مو اتعدى على القانون، القانون على الراس، بس تعال انت من تجيب عصبيه، لو تاخذ الميزان مال العالم، لو تاخذ السماعه الافو وتكسرها. زين انت ما عندك غيره، احنا مو اخوانك، احنا غربه يا اخوي. انت ليش هسه هم اثنين ثلاثه، ما اقصد الكل انا البلديه، لا والله اثنين ثلاثه بالعباس، وانا ما اخاف، خلي قتلوني سجنوني، هو انا 12 سنه من عمري بالسجن. زين لا راتب لا تعيين. زين شو اسوي؟ رحمه لوالديكم، يعني شو اسوي هسه؟ بس قل لي من اطلع انا اشتغل بشرفي، ما حد يخليني. باكر عقبه من اسيء كلها تصير علي ترنتيه ويشبعوني كتل بالمركز ويضرطوني الضرط. انت مجرم، انت ارهابي، انت تكبسل، انت ما ادري شني. بالقران انا احكي الواقع. فانا بالنسبه لي ادعو محمد الشاعر السوداني، عمي اذا احنا مو ولدك عم ودين الغزه، خله شاهد، خله جاهد العفو. والعباس انا هسه العراق الحمد لله امان، ما 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 حصل الشرف واموت وانال الشهاده، لا تعيين لا شيء. عمي خلي يودون غزه، لان انا بالنسبه لي جاي احس مو عراقي. بالعباس ابو فاضل جاي احس مو عراقي، والله انا جاي احس مو عراقي. ليش؟ لان كله جاي تحاربنا، كله جاي تحاربنا، اللي يسوي ما يسوي تحاربنا. انا بالنسبه لي انقل معاناه المواطنين البسطيات، تفتهمني؟ رحم الله والديك. زين هسه انا لا عندي راتب، لا اتعين، لا حتى الجواز مالي يشكون بي. زين تعال انا شو مسوي؟ ايش كاتل؟ ايش كاتل؟ كاتل حسين عليه السلام، انا فجرت الجسور، ادري شو مسوي. وكلها تصير عليه كفيلك العباس، انت تخالف القانون وانت كذا وانت كذا وانت كذا. والدوله يا محمد الشاعر السوداني ترى على الفقير قويه. بالعباس ابو فاضل العده ظهر، العده ظهر، والله العظيم ما حد يندق بي. هسه انا اليوم انا مريض، وخلي يجي واحد مريض ابن مسؤول، وخلي نروح للصيدليه واكو ابره، الابره المن يطوها؟ لابن المسؤول لو الي، بس هاي الابره، ولو انا عش له هو كمثل. بالعباس يطوها لو ما يطوها لي. الله يكون بالعون، الله يكون بالعون. شنو مشكورتك حبيبي؟ حياك الله. طبعا مشاهدينا الكرام، ان اليوم اني بدوري انه انقل معاناه هاي الناس ومشاكلها اللي موجوده. اكثر الشباب اللي قاعد يعانون، اذا كانوا اصحاب دراجات، واذا كانوا اصحاب بسطيات، اصحاب البسطيات اللي موجودين متاذيين، احنا ما نشجعهم انه تعال فتح على الرصيف، لانه هو الرصيف احنا دائما نقول هو ملك الدوله، لكن احنا نتمنى من الجهات المعنيه او من البلديه توفر اكشاك لهم، واكشاك مرتبه، وتكون اكو جبايه حتى يكون الشارع نظامي بهذا الموضوع. احنا لا، احنا انتم لا تحاربوهم ويتجهون لغير طريق ولا تقطعون ارزاقهم. خلي اليوم تكون اكشاك مرتبه ونظاميه، وتكون اكو جبايه بهذا الموضوع، خلي تكون اكو جبايه. هاي اليوم اكثر الشباب متاذين بهذا الموضوع. استاذ حبيبي عندنا احنا التكاتك ومرقمين وعلى حسب الاصول وكل شيء يعني، تمام؟ قالوا يابا رقموا بعد ما حد يجيزكم ولا حد يحكي وياكم ولا على حسب الاصول. هسه تروح يوم مال زيونه، هسه بالجديد تروح يوم مال زيونه يقول لك افتر ورجع. يابا مرقم، عندي اجازه السوق، عندي سنويه، يقول لك افتر ورجع. تعبر من القناه، بس تعبر الخمسه العصر، قبل قفل عليك الطوارئ كلهم. قال ممنوع بعد. يابا ليش؟ يقول لك هذا مو بيدي امر انا. اذا فهمونا ليش؟ انتوا رقمتوا علينا، ضحكتوا علينا مثلا لو شنو؟ هسه احنا هم على بابا الله، يعني هسه تجيني كروه المول زيونه، لو تجيني الربيعي ما اقدر اروح. ضل هنا محصور بمنطقتي، ليش؟ انا سويت الرقم كلفني بال 500 الف، ها؟ وهسه وين ما اروح؟ افتر وارجع، افتر وارجع. ترى ماكو شيء وضعيه. ليش غير اللي تعلم؟ يعني ما ملينا والقران يعني، شو نسوي ما نعرف. مشاهدينا الكرام، اكيد بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا برنامج اصداء الشارع، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، واكيد لنقل الواقع اللي موجود بالشارع العراقي. ونشوف ان اليوم اكثر الشباب اللي دائما بشهر رمضان المبارك يطلعون وراء الفطور ويتعللون بالمقاهي والمطاعم، لكن احنا اليوم تشوفون اكثريتهم انه عندهم مشاكل ويحبون يوصلوها للجهات المعنيه، واكثرتهم اصحاب الدراجات وبالذات اصحاب البسطيات. اصحاب البسطيات يقول لك احنا متاذين من البلديه، ما عندنا مكان او سوق معين حتى نتجه
له ويطالبون بتوفير اكشاك لهم وتكون بها جبايه اكشاك مرتبه ويكون مكان مرتب ونظامي. يقول اذا اجوي عزلونا ما عندنا مكان، ما راح اروح لغير مكان، وين راح نعطي وجهنا بهذا المصطلح واحنا معايشين عوائل، اللي عنده مريض واللي عنده اطفال واللي عنده اب وام مرضى هو معين لهاي العائله. فاحنا اتمنى يكون اكو تعاون، يكون اكو تعاون من قبل البلديه لهذول اصحاب الاكشاك، العفو اصحاب البسطيات اللي هم لا حول ولا قوه، ما عندهم غير بس هذا الرزق اللي موجود. وتشوفوهم هاي اللي يفتح بسطيات حلويات، وبدأ الحلويات بشهر رمضان ما اقول لكم عليها، الناس اهم شيء تجي على الحلويات. خلي الناس اليوم تسترزق، خلي الناس اليوم تعيش ما مأذين احد. تقدرون انتم بدوركم انه توفرون اكشاك وبديل لهم، اكشاك وبديل لهم. وهاي الناس هسه احنا راح نشوف هاي معاناتهم والقضايا مالتهم الموجوده السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ اطلع لي اطلع لي، شلونك؟ شو اخبارك؟ هنا راح تسمعون المشاكل اللي موجوده بيها. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ شنو المشاكل اللي تعانون معها انتم اليوم هنا بالشارع؟ والله تعرفوا يعني اول شيء احنا متجاوزين على الشارع، هذا الشيء منتهي من عنده، والقانون قانون، قانون فوق الجميع. بس شو تسوي؟ وين تروح؟ وين تروح؟ الايجارات المحلات هناك كلها اقل محل بـ1.5 مليون. هنا محل 1.5 مليون؟ راح شعبالك حجي، ليش قاعد مزيونه بمنصور؟ اقل محل 1.5 مليون، اقل محل 1.5 مليون اجاره. زين؟ اي. وإذا يسوون لك كشكات من صفحة الشيخ على واف، كشكات يسوون، يعني تطلبون بأكشاك نظامية؟ اي نظامية وأجار بسيط. يعني انت شو تريد تطلع؟ شو تريد تطلع يا خالد؟ شو تريد تطلع؟ انتوا يومية هنا يجون عليكم البلدية والأمانة؟ هاي يومية مستمرين، تعودنا عليهم، تعودنا على هذا الشيء احنا. يعني قلت لك يعني هاي الأجارات احنا نقول هذا شهر رمضان، يعني المفروض شوية يتعاونون وياكم ويوقفون وياكم. شو تسوي؟ هاي تعودنا. تشوف هاي بسيطة، هاي بسيطة، هاي بسيطة. انت وين ساكن؟ بالوزيرية. تجي من الوزيرية هنا؟ اي. هناك شنو ماكو مكان معين؟ لا هناك منطقة مو مثلنا، المنطقة الشعبية تشتغل، مناطق اللي عندنا ما تشتغل، هاي مناطقنا الشغلات ما تشتغل. اها. هم ذاك المنطقة بالوزيرية يدورون انبساطي ولا يدورون محلات، وحتى تعرف انت بعد الوزيرية. بس المناطق الشعبية هي تشتغل هذا الشيء. واحنا على مود شفنا الإمام هنايا. فتحين هنا على باب الله. الله يسلمك حبيبي، ان شاء الله سعيده يا رب. رحم الله والديك. حياك الله، حياك الله. بعدنا مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم لنقل معاناه الناس والمشاكل اللي موجوده بالشارع العراقي. ومثل ما نشوف اليوم هاي اكثر الناس اللي موجوده، يقول لك اهم شيء هي البسطيات وارزاقهم اللي موجوده، انه يقول لك نتمنى يكون اكو من يوقف ويانا ويساعدنا، ويطلبوا من الجهات المعنيه والمختصه بهذا الموضوع انه يكون اكو لهم توفير اكشاك وتكون ايجارات بسيطه حتى يقدرون يفتحون ويكون مكان نظامي وما تكون اختناقات مروريه بالشارع. فاحنا بدورنا ننقل هاي المعاناه اللي موجوده، بدورنا ننقل المشاكل والقضايا الموجودة بالشارع العراقي. وهذا الشارع احنا من ننزل به، أنا أنزل بخدمتكم، أنزل بخدمتكم حتى أنقل المعاناة مالتكم الموجودة. السلام عليكم. سلام. شلونك؟ أخبارك؟ من وين أنت حبيبي؟ من بغداد. تشتغل؟ تاكسي. تاكسي. شنو المشاكل مالتكم مال التاكسيات؟ الله يعيننا. ليش هو؟ الله يعينكم. والله الزحامات 24 ساعة. شو وقت ما تطلع؟ الصبح، الظهر، بالليل، شو وقت ما تطلع؟ بس احنا نقول ان شاء الله متألمين بخير. الله كريم، نقول ما عندنا غير شيء. الطرق والجسور بدأت وان شاء الله. ان شاء الله نقول اكو تحسن شوي. ما طول السودان دا يشتغل شوي تحسن صاير. الاختناقات اكثر شيء وين تكون؟ بالكرخ وبالرصاف ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام، هو وين ما كان. كل مكان. بكل مكان. وين ما تروح. الله كريم. الله كريم والله. الله كريم. ان شاء الله، شكرا لك. حياك الله. شلونك؟ ما اقدر اطلع. تبنيه ولد؟ ولد. ولد؟ شو اسمك؟ اسمي علي. وين ساكن انت؟ بالصالحيه. بالصالحيه؟
وش تشتغل تبيع هنا نستله؟ انت بالمدرسه لو لا؟ ايه قصر؟ اول اول؟ زين، انتم كم نفر بالبيت؟ خمسة. ومن يشتغل؟ أنا. بس انت؟ بابا يعني كل الخوات، ابوي متوفي. الله يرحمه. وكلهم خوات؟ بس انا ولد. بس انت ولد اصغر اكبر لو اصغر؟ اكبر واحد. وش يشتغل؟ شو يشتغل؟ انا اكبر. انت كبير وتشتغل بهذا الشيء؟ ايش محتاجين انتو؟ الحمد لله والشكر، هاي الله ويانا، كل شيء ما محتاج. الحمد لله والشكر، تعال تعال تعال، انت كل شيء متوفر لك بالمدرسة؟ ان شاء الله متوفر كل شيء. عندك شاطرة ولا لا؟ ايه. بيا صف قلت لي؟ اول ابتدائي. اول ابتدائي؟ لا انت اكو شيء محتاجه قل لي. لا رحم الله والدي. قول قول انت حبيبي. ايش محتاجين بالبيت؟ قل لي. كل شيء ما محتاجه. ابد؟ ابد. محتاج شيء انت من هناك تريد شيء؟ لا رحم الله والدي. ما تريد اي شيء؟ اذا محتاج شيء قل لي حبيبي حتى نقدر نوفر لك اياه. لا رحم الله والدي. شوف عزية النفس. يعني دالح علي انه اخاف محتاج شغله او شياتين. زين امك الله يحفظها تشتغل شيء لو ربت بيت؟ لا ربت بيت. ربت بيت؟ تقعدين ايجار ملوك؟ ايجار والله. بيش مأجرين؟ 310. وبس انت بتشتغل وتبيع نستله؟ زين الاكل مالتكم علاجكم من مين حبيبي؟ كله علي، هو انا كله اشتغل علي. كلها عليك؟ وين بتكون بصلحيتو؟ بالشغل وانا مرتاح اكل فرع مال الجاجر. عندك تليفون انت؟ ايه عندهم موبايلي بالبيت. حافظ رقمك؟ لا. زين شلون اذا اردنا الناس تتواصل وياك تساعدكم تعطيكم شيء؟ الا واحد يعطينا رقمه هو. انا اعطيك رقمي؟ زين انا شلون اعطيك رقمي؟ انا لازم تعطيني رقمك؟ ما حافظ رقمي. زين واذا اعطيك رقمي راح تدق علي؟ اكيد. بس قول لي اول شيء انت ايش محتاجين؟ انا كل شيء ما محتاج. يعني ما فيهم كفي؟ ايه بس امي. ايش بيها امك؟ تعال حبيبي احكي لي ايش بيها امك؟ مو مريضه، هي سرطان. يا ستار، وما عندكم علاج؟ لا بس انا موفر العلاج. ها؟ بس انا موفر العلاج. انت موفر العلاج؟ وبيش تجيب العلاج؟ غالي والله 25 ما ادري ب 30 جاي اجيبه انا وقت نروح. ايه؟ نجيب العلاج ونجواني يوميا عصبي قول 10 ولا 15. زين. يعني انت الوالده بيها سرطان؟ ايه. وانت توفر العلاج لها؟ ايه. وانت الوحيد تشتغل؟ زين راح اعطيك رقمي بس تدق علي اليوم ان شاء الله. واذا انت محتاج علاج؟ ايوه. زين رحتوا للمستشفى؟ ما وفر لكم علاج بالمستشفى؟ لا بس يم الدك يم الصيدليه بس. بس بالصيدليه؟ ايه. زين واللي واذا وديناها للمستشفى؟ عمليه راد. عمليه؟ وانتم ما عندكم امكانيه؟ اي العمليه تكلف هواي. تكلف؟ لا احنا حنسوي لك اياها ببلاش ان شاء الله. ان شاء الله. بعد. الله يوديك. بس بشرط تدق علي، انت ما حافظ رقمك. ايه. اذا دقيت علي عمليه والدتك راح تكون بالمستشفى مجاني. ماشي. بعد. وتروح تفرح والدتك قولها ان شاء الله راح يتواصلون وياك وزاره الصحه. ان شاء الله. ماشي؟ بس احنا نريد الرقم اهم شيء. شو اسمك انت؟ اسمي علي. علي شنو؟ علي حيدر شاب. وامك محتاجه عمليه؟ تتدلل. هسه راح اعطيك جيب شوف لنا ورقه وقلم حتى اعطيك الرقم. شوف لنا ورقه وقلم، روح جيب لي ورقه وقلم وتعالي بسرعه. بسرعه. طبعا هاي مناشده الى وزير الصحه والى صحه بغداد الكرخ انه اليوم هنا هذا الطفل يقول لك انا معين لعائلتي، احنا بنات وانا اكبر واحد وامي ابوي متوفي وامي مريضه بها ذاك المرض ومحتاجه عمليه لكن ما عندي امكانيه. ان شاء الله احنا باذن الله ان شاء الله الله يقدرنا على فعل الخير ببرنامجنا برنامج اصداء الشارع انه قال ما حافظ الرقم راح نعطي الرقم مالتي حتى يقدر يتصل علي وندز مناشده مالته الى صحه بغداد الكرخ والى دكتور سيف البدر مدير اعلام وزاره الصحه حتى يحطوها موعد وتروح تسوي العمليه ان شاء الله. واحنا سوينا لهواي ناس والحمد لله والشكر نشأت عملياتهم واللي قدرنا نسوي ان شاء الله بما يجيب الرقم ان شاء الله حتى نقدر نتواصل ويتواصلون ويا الجهات المعنيه بهذا الموضوع. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخبارك؟ شنو مشكلتكم؟ والله حجي تعيينات ماكو، كلها خريجين. هسه احنا طالعين كنا خريجين. كلكم خريجين؟ كنا خريجين. هذا خريج، هذا خريج، تعال هذا علاوي، علاوي تعال، هذا خريج جلسه طبيه هالنفس الحاله كذلك. زين
تعينات ماكو متخرجين، ما قدمنا علامات داخليه، رحت فحصت كملتها كلها، قالوا جنسك رساله ولا هذه امك؟ لا رساله ولا شو قدمت؟ صار لي تقريبا شهرين. شنو انت؟ انا علوم حاسبات. زين جماعتي كلهم 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 انقبلوا بها، كلهم دزتهم رساله وراحوا واحنا بعد كل شيء ماكو، هذا جلسه طبيه هاك باع اشتغل تاكسي. جلسه طبيه؟ اشتغل تاكسي. اشتغل تاكسي؟ اي الله وكيلك هاي نفس الحاله باوع. هاي هم نشتغل تاكسي. كنا نشتغل تاكسي. وسواق بينا مو سياراتنا. مو سيارتكم الشخصيه؟ لا لا مو سيارات. اي. وتجهيزات طبيه؟ اي. الحمد لله وشكر، وما لقيت اي فرصه عمل لا بشركه لا قطاع. 25% تعيننا 25% من قدمنا عليه، الحمد لله تخرجنا وقاعدين. هاي الشارع. يا سنه تخرجت؟ 2023. 23. ورحت قدمت على وزاره؟ قدمنا هسه قالوا انفتحت تعيينات ماكو لحد هناك شو جمبيو اكل من يعرف جماعته. قبل ايش قدمت؟ هاي قبل 3 اشهر 20 فتحت هي مال الاجهزه الطبيه هذا، بس هي يعني معروفه ان شاء الله ما يحتاج نوضح. منين من جماعته؟ هاي مال العهود، مال العهود هاي مال العقود العفو مال العقود اللي انفتحت فتحوها هسه احنا هاي مال العقود قابلين بها، ما 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 شاملتنا، ما شاملتنا مال العقود. تونا نروح هسه يلا هسه احنا الناس وزير داخليه، وزير داخليه الناس جاي الشباب الظالم. انا بالنسبه لي اقول لك الله وكيلك محمد كفيلك وحق القران مقدم عليك كل شيء ماك. ذاك اخوي نفس الكبير رمي متخرج صار ذاك من 2018 متخرج ولهذا يوم قاعد حتى الزواج ما يتزوج ها ماك بعد شو تسوي؟ هاي الحمد لله الله كريم. شو الله كريم والله الناس عد دراجات عشان دراجتك الضوه بيها رقم زين اي كالضوه رقم وسنوية واجازه كامله يعني اي بيه تمام بيه باسمي كالضوه عمك قلت له بيه هاي اسم ماتي هاي رقمه يعني سيم رقمه موجود اللوحه اي كالضوه هي دراجه مو تكتك دراجه اللوحه موجوده غير اي بيه يعني ليش اخذوها هاي حظي ودوها وين المركز مال سن والله هو قدامه هو قدامه قال هذا رقم يقول لا ليش طالع باللي شاي وشنو تكتك هي واسوي لهم مدينه مدينه الحسينيه ها عسى نط فلوس ماكو شنو هاي الطرقات؟ شو يقول؟ ماكو قرار تعمل قرار الا العفو وبعد هاي صار لها شهرين الوزير صار لها شهرين؟ اي والله صار لها شهر ويا رايحين ويا جايين يا كراوي يا يعني شو تسوي؟ هسه غير بيها رقم طلع ب 300 يعني انا اروح بيها للشغل واجي اساله مال ونسي قلت له عم هاي رقم ماكو مو بس انا حتى التكاتك كظهم بين يعني ارقام طلع راون سايد ولا اي شيء كل شيء ما طلع واحد جاي يمشي وكذا تعال تعال واحد قلت له عم ايش تريد؟ تعال المفروض حتى تليفون تعال وياي ها شنو؟ والله والله والقران تعال قلت له عم اخذ الدراجه قلت له تعطيني تليفون اخذه قال لا تعال وياي خلنا اكتب اسمك وتعال راجع عليه قلت له وين القاهيه بعد؟ ثاني يوم رحت ها ما لقيتهم قالوا موديلي الحسينيه تروح للحسينيه يقول لك تعمل القرار عم نط فلوس ماكو تعال طلع رقم يقول لك ليه بيها رقم بعد الاشهر بعد ما تلقاها هي هو يقول لي طلع رقم قلت له هي بيها رقم هي بيها رقم هي بيها رقم طلع رقم هي يقول لي طلع رقم قلت له قلت له تعال طب ابن خلنا طلع لك الرقم بيه شو سوى؟ هاي مطرقع نفس المشكله انتم انا وياك هو على الدراجه هاي بيها ارقام تعال راجع قرار الوزير على يعني هو تصعد وياه على الدراجه؟ لا لا هو وياه على دراجتين زين بس احنا شردنا منهم زين هو قضيناه شردنا ظلينا وياه قلنا له هاي الورقه السنويه موجوده الرقم موجود تعال شوف القرار مال الوزير راجع رجعنا بعد اسبوع رحنا وياه شبروها لي الحسينيه دبروها رحنا لي الحسينيه قالوا خذوها قمارك بوهمه شنو تجاره يسوون بيها ماكو وش ترى كله فساد فساد دراجات كله بوق يبوقون من يمنا شنو احنا شنو ذنبنا؟ نشتري دراجه نروح بيها للشغل ونرجع والله العظيم يروح بيها ويروح يشتغل بالبلديه يروح بيها بالدراجه ويجي بيته بعيد وما تسوى هي ما تسوى وراتبه يعني يا دوب يساعده واي هاي والحمد لله ها؟ بالمدينه بيته بالمدينه اه بالمدينه اي والله والحمد لله وشكرا على شو تسوي؟ نعبر بيها الفلوس تروح نتعشى لو مطعم سوينا ارقام سوينا ارقام كذب بدون ارقام يكذبونا بعد شو تسوي؟ يعني شو تسوي والله ما شلون الاجواء بالمدينه الحركه برمضان شلون والله الحمد لله خير من الله وين الحركه اقوى شيء بالمدينه بالمدينه بالداخل بالظفر حدايق يم المكتب السيد سوق مريدي سوق مريدي يعزل هيك وقت بالليل يعزل يعني ينقل الاوضاع شلون هسه حاليا والله الحمد لله والشكر عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر شكرا شكرا الله يحفظكم ممنون الله يحفظكم طبعا
مشاهدينا الكرام اللي قاعد نشوفه هاي خطية، هذول اصحاب الدراجات يقول لك احنا مرقمين ونمشي بطريقنا، لكن جوي تشلبوا بينا وتعال جيب الدراجة، واخذوا الدراجة وسرحوها، راحت الدراجة. فدي ناشدون وزير الداخلية المحترم ودائرة المرور العامة انه موضوع الدراجات ينحل. فنتمنى من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري انه لا يحل موضوع الدراجات او يلغي موضوع التصدير والاستيراد، موضوع التكاتك والدراجات. يعني انتم قاعد تاخذوه وما قاعد ترجعوهن، ويقول لك احنا نعطي فلوس حتى بس مجرد ترجعوا لنا الدراجه مالتنا، وماكو منتظرين لحد هسه قرار وزير الداخليه المحترم بحل هذا الموضوع. وهاي المشاكل الدراجات اللي موجوده هسه اثنين صاعدين راح يشوفوهم ابو المرور راح يقول له تعال راح يعرت بيه، صح؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون اموركم؟ مرقم ما مرقم ياخذوها. زين. الله شاهد. والنوم مصعدين اثنين. اثنين النوم. ملابس الخوذه. وملابسين الخوذه. ايش راح يصير؟ اي صحيح. اجراءك صحيح. بس. مو انا لا انا ما اتبنى القضيه. هم القصد على المرور. اجراءك صحيح بس هسه بالدليفري اللي مسوي كل الضوابط. لابس خوذه ولابس كساره. من نفسه من كل شيء. من كل شيء. واصولي وجاز السوق. ويقول له عندنا عدد صعد الدراجة. عندنا عدد صعد الدراجة. إيه حجزوهم يعني أنا يعني أصدقاء أعرفهم خطية حجزوهم دفعوا عليه غرام وطلعوا. إيه يعني أنصاف بهاي الشغلة ماك. إن شاء الله يا رب يكون أسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. من بخير وإن شاء الله وضع البلد يتحسن من أحسن إلى أحسن. إن شاء الله. أي والله إن شاء الله بجالكم إن شاء الله. الله يحفظك. جهودكم الطيبة. حياكم يرحم والديك. ممنونين يرحم والديك. اي والله ممنونين يرحم والديك. مشاهدينا الكرام احنا اليوم قبل الختام احنا ما نتبنى قضية، احنا اليوم ننقل معاناة الناس ومشاكلها، وحبوا يوصلون رسالة ومناشدة إلى الجهات المعنية والمختصة بهذا الموضوع، إذا كانت دائرة المرور العامة أو ذاك رسالة إلى وزير الداخلية المحترم. احنا نتمنى إن شاء الله أكو خير، وهذا شهر رمضان شهر خير، شهر طاعة وغفران والتسامح. فخلني شلون نوقف ويا هاي الشباب أصحاب الأكشاك والبسطيات والدراجات. اليوم خلي توفر لهم أكشاك من قبل الأمانة ويكون نظام ويكون أكو جباية بسيطة. وأصحاب الدراجات يقول لك إحنا نتمنى يكون الترقيم لا غالي على قدنا. أنا أخذ دراجة ب400 أروح أرقم ب500 ولا ب600. يعني خلي يفتحون الترقيم، خلي يترقمون يا أما تلغوها وتفضون هاي السالفة. أنا بالتقديم خطاب القصاب والمصور علي حسين، وشكرا إلى مصطفى العبيدي، وأقولكم في أمان الله.